مرحبا. اليوم رح نحكي عن أهمية شرب المي بشهر رمضان الفضيل. الدراسات كلها أكدت أنه في قلة شرب مي بهذه الفترة. نحن أنا منقول للجميع ما تنسوا الماء ثم الماء ثم الماء. في نصايح عامة لكل العالم تتلتزم فيها، وإن شاء الله ما بيصير في عنا الإمساك أو المشاكل اللي بتنتج من قلة شرب المي. تنكون نحن نبسط الأمور للمشاهدين، شرب جلاسين مي على الفطور، بعدين بين الفطور والسحور 4 جلاسات مي، وبالسحور أكيد جلاسين مي، وهيك نحن منكون شملنا تقريباً 8 جلاسات مي اللي نحن بحاجة لها بنموذجنا الغذائي.